نحن هلا بشهر اكتوبر، شهر الوردي، شهر التوعيه اكثر بسرطان الثدي، ان كان عند السيدات او حتى الرجال، فرصه كثير مهمه لزياده الوعي عندهم، وبيكون في كثير من الحملات التوعيه والفعاليات ان كان بالمراكز الصحيه عن اهميه هيدا الموضوع. وما بننسى اكيد الدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي يلي ممكن يكون موجود، اكيد تفاصيل طبيه كثير مهمه رح يخبرنا عنها ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور أكرم الأحمر، استشاري بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. صباح الخير دكتور. يا صباح أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور أكرم، وأهلا وسهلا فيك. يعني تحت الهواء كنت عم تعطينا معلومات بدنا كثير نفيد المشاهدين فيها، واليوم أساسا نحن طالعين نحكي بهذا الموضوع كرمال التوعية وأهمية التوعية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي. قد ايه مهم هذا الموضوع، إنه يمكن ما بده خوف إنه أنا رايحة بدي هلا أعمل كشف ولو كل 6 شهور أو كل سنة، قد ايه مهم هذا الإجراء دكتور؟ يسعد صباحكم مرة ثانية، وبشكركم كثير على البرنامج حلو والإطلالة الجميلة لكم ولكل الكادر تبعكم. سيدتي سؤالك مهم جدا، إنه قديش أهمية الكشف المبكر. فرح أبدأ فورا بمعلومة طبية كثير مفرحة لكل شيء عم يسمعنا هلا، إنه إذا اكتشفنا بأثناء التصوير أو الإجراءات اللي عم نعملها اللي بدنا نحكي عنها هلا، سواء بغرض الكشف المبكر او انه سيده او بنت حست بشيء من اوله وراحت عند التخصصات المطلوبه. المعلومه بتقول هي التالي، رح نفترض انه في عندنا طلع ورم خبيث ليوصل لقطر سنتيمتر واحد. سنتيمتر واحد، هلا بقول يعني الارقام هي شو تعني، ليوصل لقطر سنتيمتر واحد هو بده 5 سنين على الاقل. نشوف بقى الفرق، انه بعد هذا السنتي اللي بده 5 سنين ليصير 2 سنتي بكفي 2 سنين لإله. يعني الفرصه كثير كبيره بالكشف المبكر لما بنقول انه بنكتشفه تحت السنتيمتر. ليش؟ لانه هذا يساوي نسبه شفاء حوالي 98%، يعني تكاد تكون يعني نسبه شفاء بيرفكت تامه تماما. فلذلك اهميه الكشف المبكر، لانه هو سرطان الثدي هو من اكثر السرطانات يعني اصابه للنساء فيها، وخاصه انه هو يكاد يعني عم يعمل ايكواليتي، يعني عم يتساوى مع سرطان الرئه من حيث نسبه الاصابه والوفيات، وخاصه الفتره الاخيره بعد ازدياد التدخين كثير بين البنات والسيدات، سواء السيجاريت العادي ولا العاديه ولا الارجيله ولا هذا المدري شو الصغير هيك المصوره هي ما بعرف شو اسمها الفيب اللي هو انه ازدياد هائل بالنسبه لقصه التدخين. فلذلك نحن اللي عم نشوفه انه التوعيه من سرطان الثدي بسبب هالنسبه هي اللي قلنا عنها قبل شوي جدا مهم التوعيه، لانه تساوي شفاء عالي جدا. فهو وسرطان عنق الرحم بمعنى من المعاني، برجع بقول للنسبه اللي حكيتها 98% شفاء اذا تحت السنتيمتر، بنقول يكاد تقريبا هن السرطانين الوحيدين يلي بيصيبوا الرجال والنساء او السيدات او البنات بشكل عام، يعني الرجال والاناث يلي هن فيهم مرحله من الا بري كانسر، يعني ما قبل سرطانيه. يعني نتخيل نحن انه قديش هو يعني فرق بنمط الحياه، بالاكلاف الماديه، بالضغط النفسي الشديد الاجتماعي، الرعب اللي ممكن نعيشه لما انه هدول السرطانين اللي هن اكثر انتشار عند الانثى، انه نحن في عندنا فيهم مرحله اسمها بري كانسر، ما قبل سرطانيه. يعني الشفاء بإذن الله 100% بيكون إن شاء الله. دكتور خلينا هيك نتوسع أكثر بالموضوع ونخبر المشاهدين شو هي الأعراض أو العلامات أو الدلالات أو التغيرات الجسدية اللي ممكن تظهر على السيدة وتعرف أنه هي مصابة اليوم بسرطان الثدي، وهل الأعراض ممكن اليوم تتشابه إن كان من السيدات أو الرجال أو حتى الصبايا بأعمار صغيرة أم لا في فرق؟ تماما. هلأ رح أبدأ بآخر شيء للصبايا بأعمار صغيرة، انه نحن ما بنعرف ليش هلا، هل هو في ازدياد بنسب الاصابه ام في ازدياد بنسب الكشف؟ لهلا لسه الابحاث ما حسمت هذا الموضوع، انه صرنا عم نشوفه باعمار يعني العدد عم يكتر شوي يلي هو بالاعمار الصغيره، والا هو يفترض يكون بالاعمار الكبيره فوق الشريحه 50-55 سنه. تمام؟ ايه. فهلا عم نشوفه تقريبا بكل الاعمار. هل هو اختلاف نمط الحياة؟ هلا ممكن نحكي عنه البوليوشن، التلوث الموجود،
الاستعمال العشوائي للأدوية الهرمونية بدون الانتباه للقصة العائلية. وهلا ممكن تمرق معنا الأدوية الهرمونية خاصة ما بعد المينوبوز، ما بعد سن اليأس أو سن الحكمة، يلي شيء له اسمه HRT الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي، المعالجة المعيضة بالهرمونات يلي بنعطيهم لتضل تجيهم الدورة. هلا ممكن تمرق معنا. هلا بدي ارجع لسؤالك سيدتي لقصة الأعراض. نحن بنقول انه لما بنلاقي في كتلة بالثدي خاصة إذا كانت غير مؤلمة، إذا صار في تغير بشكل الثدي، الكتلة ما نحرة بالحركة على العمق أو الجلد كمان ما نو متحرك عليها، يعني في تثبيت يا من الجلد يلي على الكتلة أو الكتلة على الأنسجة العميقة أو إنه تنتين مثبتة، تغيرات بحلمة الثدي، وبخاصة إذا صار فيها نز، وخاصة إذا كان نز مدمع. هاي منقول من الأعراض يلي توجه غالباً إنه في عنا خباثة ما. بس نحن اللي منتمنى باعتبار عم نحكي عن الكشف المبكر، برجع لسؤالك سيدتي الأولاني سألتيني، نحن حملة كشف مبكر إنه ما نوصل لمرحلة تظهر فيها هي الأعراض. نحن عم نشتغل على شيء اسمه الكشف المبكر. فهي من الأعراض طبعاً إذا تفاقمت الحالة كلها تتضخم هي الأعراض، يعني بتصير أكثر وأكثر، وبصير ممكن بقى يرافقها شيء مهم كتير يلي هو أعراض عامة من نقص وزن أو نقص شهية، ترفه حريري حروري، الوهن، لأنه بيكون الحالة الورم هو عم يأكل تقريباً كتير من التغذية أو العوامل المغذية اللي عم توصل للبدن كلياته، هو الورم عم يأكلها لحتى عم يكبر بهي السرعة وبهذا الشكل. وما بنعرف وقتها إذا بيكون هو عم يعمل شيء اسمه ميتاستازز، انتقالات عم يروح فيها، معناته هو عم يأكل الدنيا. فنحن نتمنى ما نوصل لهي المرحلة اللي فيها. طبعا الشيء الثاني إذا كمان جسوا في عقد موجودة تحت الأبط، طبعا ببعض الحالات العقد قد تكون التهابية ارتكاسية، يعني نحن عم نوعي الناس ما عم نخوفهم. بتمنى لأنه اللي عم يسمعنا واللي عم يسمعونا أنه صار في عندهم شوية خوف، يكون الخوف تبعهم يؤدي لقلق دافعي أنه تروح تتابع أو تعمل التشيك المطلوب منها، وما يكون قلق هروبي انه لا انا بدي اهرب من الحاله وانساها، يمكن معي بعيد الشر. وهذا الشيء انا واجهته من يومين بالعياده، نتيجه انه عدم تدقيق بصوره ماموغرام لمريضه عاشت برعب يوم ونص لحتى ما قدرت توصل، لانه كثافه شحميه بالثدي، كان التقرير موجود على انه وجود كتله بالثدي، والى هي طلعت. وهذا هلا بخلينا نحكي بوسائل الكشف المبكر، شو اهميه التكنيك المتبع والقراءة المتبعة حتى ما نعيش المرضانا بهذا الرعب. تماما دكتور، ذكرت شيء كتير مهم، هي التوعية والقراءة حول هذا الموضوع بحيث انه ما يكون في اي خوف من اي عارض بيظهر. طب نحن قبل ما نوصل اي سيدة، ولا نحن كنا يعني قبل ما توصل السيدة لاي اكتشاف اي عارض ان كان بجسمها بيدل على وجود الكانسر عندها، شو الفحوصات اللي هي بدها تعملها بدون ما يكون في عندها هذا الخوف وهي الرهبة؟ خلينا نحدد الفحوصات اللازمة للإجراء. أوكي تماما سيدتي، هذا هو الكشف المبكر عم نحكي عنه. هلأ نحن بنبدأ بنقول أي بنت من فوق العشرين أو سيدة يعني عندها يكون كل شهر، مو كل أسبوع أو كل ما فاتت على الحمام، كل شهر مرة واحدة تكفي أنه تعمل هي فحص ذاتي لحالها. تمام. إيد اليمين بتفحص فيها الثدي الأيسر، وإيد اليسرى بتفحص فيها الثدي الأيمن. بكل بساطة هي يا فيها ترسم مثل إشارة زائد، المركز إشارة الزائد هي الحلمة، وبتفحص كل ربع من الثدي لحاله، هي لحالها. وما ننسى أنه هي اللي بتعرف ثديها أكثر من طبيبة حتى. كل بنت وكل ست بتعرف ثديها أكثر من طبيبة. أوكي؟ طيب، يا اما بهالطريقه او بدوائر، تبدا بدوائر من حولها. طيب اذا بدها تطمن اكثر الفحوصات الثانيه، هلا هي المطلوب منها كل شهر تعمله مره. تمام. ويكون مثلا بعد الحمام، ما يكون لا قبل الدوره بيومين ثلاثه، لما غالبيه البنات والسيدات بصير عندهم تحجير بالصدر بلا بلا بلا، فما عاد تصفى قراءتها لذاتها واضحه. او ولا يكون بعد الدوره بيومين ثلاثه، لان يكون لساته استمر الاحتقان شوي. اوكي؟ طيب هلا هذا المطلوب منها هي كل شهر الفحص الذاتي، كل ست شهور او كل سنه. وهلا هون اذا سمحتوا لي بدي احكي بدقه شوي، اذا ممكن معي وقت لهالمحور هذا، انه هي كل ست شهور او كل سنه يكون فحصها عن طبيبه، يلي هو بيكون مسجل على الفايل تبع الادباره تبعيتها،
انه مثلا من سنه شو كان طبيعه ثدينا، ويفضل هون نفس الطبيب الفاحص، وانه لانه بيبقى عرفانا اكثر، ما انه تغير اكثر من يد فاحصه. طيب هي كل ست شهور او كل سنه مره. بنجي بقى للشرائح العمريه، هلا الكشف المبكر والحملات والتقرير ذكرتوه من دير الزور، موجه لهم تحيه لكل الزملاء اللي عم يشتغلوا هذا الشغل هون. بنقول نحن انه فوق ال 20 سنه بس بنكتفي بهدول التنتين ما لم توجد قصه عائليه بالاصابه بسرطان الثدي. هلا بنوضح هاي النقطه. فوق 30 بنبلش كل سنتين مره انه صوره ايكو ومامو للثديين. ايكو ومامو للثديين، لانه الايكو بيكشف شيء والمامو بيكمل القراءه الشعاعيه للقصه. الايكو هو مثل الايكو تبع الرحم والمبيض والكبد، يعني جهاز ايكو ما في اشعه. المامو، وهي بدنا نوضح النقطه اذا تسمحوا لي، المامو هو عباره عن تصوير اشعه، يعني مثل واحد لما بتنفكش ايده او رجله او بده يعمل صوره لصدره بوقف قدام جهاز اشعه، اشعه سينيه. اذا هو مانو اجراء رب، مانو اجراء انفيزيف يعني جراحي مؤلم او شيء، غير فقط ممكن بعض البنات او السيدات حسب طبيعه اثدائهم لما بدهم يوقفوا قدام جهاز المامو قدام جهاز الاشعه لياخذوا الصوره بده يصير في ضغط من الثديين على البورد الموجوده قدامهم، انه بتشعر بالم. فدائما نحن بنعرف انه الالم هو عرض شخصي، فبتلاقي ياما بنات وسيدات بنشوف كوارث من وراء جمله وقال على صبحيه القهوه ولا من رفيقتها ولا من تحماها اللي هو، انه بتقول لها يا عليها الصوره شو بتوجع، حسيت روحي طلعت لما ضغط، لا روحها طلعت ولا صار لها شيء، غير انه هو عرض شخصي ضخمت القصه. بتقوم يلي عندها الفحص الكشف المبكر بصوره الماموجرام، بتقوم ما تروح تعملها بكل بساطه وبتفوت على حاله فرص. برجع المعلومه اللي قلتها بالاول، انه ليصير سنتي بده 5 سنين، فهي لو كل، ما رح اقول كل سنه، كل سنتين، كل سنتين ونص مره، معناته عندها على الاقل فرصتين لتضل تكتشفه تحت السنتيمتر، وبالتالي بناخذ باذن الله نسبه شفاء فوق 98%. تمام. اذا هلا هي الوسيله اللي قلنا الايكو والماموجرام، ممكن نرجع للام ار اي ببعض الحالات لصوره الرنين المغناطيسي. هلا لما بنلاقي بعدين كتله مشتبهه بها، هون وقتها نحن قلنا عده خيارات. هل بناخذ خزعه بالابره؟ هون كثير ناس بخافوا منا انه بشم هواء اذا في ورم وبينتشر، انه لا، اليد الخبيره ما بتنشر الـ الخلايا السرطانيه اذا في. شيء ثاني بنقول انه في عنا ابره خاصه اسمها تروكات، يلي هي بالمكان اللي فيه الكتله وتحت الايكو، يعني بنتوجه تماما، بنعرف ناخذ بايت عضه صغيره منها وتطلع تبعت على التشريح المرضي، مع العلم انه هذا الاجراء الخزعه بنقلها الاف ان اي، يعني الفاين نيدل اسبيريشن، انه اخذ ابره بالرشافه هيك، انه لا هذا الاجراء مشخص 100% ولا المامو مشخص 100% ولا الايكو مشخص 100%، لازم كلهم يجتمعوا مع القراءة السريرية والأعراض يلي بتخلينا نحن وقتها نحط تصور إنه كتلة suspected مشتبه بها. هون بناخد القرار، هل نستأصل بناخد الخزعات أو نستأصل فقط الكتلة مع حواف نظيفة حواليها، أو نستأصل جزء من الثدي، أو ناخد الثدي كله مع العقد سواء من المستوى السطحي الأول أو المستوى العميق لنشوف في إصابات بالعقد ولا لا. إذا هي إجراءات هون في منها تكون مثل ما حكيت الإجراءات الجراحية أو اللي بهي تشخيصية. الإجراءات الجراحية مثل ما قلنا استئصال الكتلة أو للربع للثدي أو هيك، هي بتكون وقتها يعني علاجية في حال كان طلع عنا شيء، عنا خبيث موجود بالقصة. الشيء بدي يوضحه هلأ إنه نحن ما قلنا فوق العشرين سنة، فوق 30 كل سنتين بلا 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 مثل ما حكينا، ما لم يوجد قصة عائلية مثلاً بنت أو سيدة عندها أمها أو أختها مصابة سابقاً بسرطان الثدي. فإذا كنا نقول فوق الأربعين سنة كل سنتين مرة لغاية الخمسين لازم تعمل هالإجراء، هون بنرجع 10 سنين لورا. يعني إذا كان كنا فوق الأربعين كل سنتين مرة، هون بنقول يلي عندها أم أو أخت بنقول من سن 30 لازم نبدأ بهذا الإجراء. والعمة والخالة؟ لا، نوعا ما شوي صار فينا نصحفهم لقدام شوي. هلا منقول اذا بنت صبيه، بنت صبيه امها مصابه، امها مصابه، لو عمرها بقى نحن من 20 بنقول الفحص الذاتي
بحياتي والفحص الدكتور اللي بفحصها اياها بالعياده. هلا بنقول لو بعمر العشرين ممكن نبدا بالايكو والمامو من عمر العشرين، وببعض الحالات لما يكون في اصابه اكثر من العائله يعني اخت وام مصابه بنقول الاخوات الباقي يعني من عمر العشرين، وكل ست شهور اوقات مره هي اللي بنعمل فيها الايكو والمامو. يعني هي النقط جدا هامه، لانه برجع بقول محور حملتنا ومحور حلقتنا انا وياكم هلا يلي هو الكشف المبكر بغرض الوصول لحاله مثل ما قلت شيء اسمها البري كانسر ما قبل سرطانيه، يلي تؤدي انه بناخذ باذن الله شفاء يكاد تكون 100% وبدون كيموثيرابي وبدون راديوثيرابي، بدون معالجه شعاعيه وبدون معالجه كيماويه. اكيد دكتور، بما انه ذكرت انه الكشف المبكر اليوم ممكن يوفر علينا برحله العلاج، خلينا نحكي عن اليه العلاج المتبعه اليوم لعلاج سرطان الثدي. ممكن نبلش بشيء بسيط من خلال ادويه ام لا احنا بحاجه نلجا مباشره للجراحه والاستئصال؟ خبرني. بتشكرك على السؤال سيدتي. هون التقييم السريري، التقييم السريري يلي بيقول انه نحن اولا نوع الخليه، نوع السرطان يعني الخليه الورميه هي واحد، ثانيا انه هو الستيجنج تبعه انه وين رايح، انه في اصابه بالعقد مثلا القبطيه فرضا سرطان ثدي ايسر، في اصابه بالعقد، هل الاصابه للعقد السطحيه ولا العقد العميقه، هذا كون كله بيفرق انه شو ناخذ القرار بعدين. هلا ببعض الحالات في عندنا اورام، في عندنا اورام ما بنبند ايدنا عليها جراحيا الا بغرض بنقول له بروفيلاتيف، غرض تلطيفي، يعني انه مو بغرض نعم ان شاء الله الشفاء يا رب، بس هو ما راح العلاج الجراحي يؤدي للشفاء، هون بغرض تلطيفي. فممكن نبدا هون بعلاج كيماوي او شعاعي اللي هو لحتى ناخذ اصغر يعني الورم قدر الامكان يتراجع يصغر، وبعدين بنقيم وممكن نلجا للجراحه. اما بالحالات الصغيره، وهلا بدي اقول شغله قد ايه معي وقت اذا سمحت؟ اكيد تفضل. في وقت شوي؟ شوي ما كثير. اوكي. بدي احكي يعني عن تجربه شخصيه لاعز اعز شخص بحياتي، شخصه بحياتي خليني اقول معلش، اللي انه لحسن الحظ اكتشفت القصه بحوالي قطر سنتي وواحد ميلي. نشكر الله تم الاستئصال التام للكتله فقط بدون ما نضطر لعلاج لا شعاعي ولا كيماوي، فقط علاج هرموني اللي مدته هو 5 سنين حبة يوميا وانتهى، وذات ست انتهى الموضوع مع الفولو اب من سنة وسنتين لهلأ. الأمور نشكر الله ممتازة، وهذا بتمنى لكل بنت أو سيدة أصيبت. نحن رح نقول نبدأ قبل ما تصابي، بمعنى لما بتكون سنتي، برجع عايدة 3 مرات لأنه هون الخلاصة، إنه لما بتكون سنتي أو أقل نسبة شفاء 100%. فنحن بنقول لو عندها اصابه سرطان اذا اقل من سنتي بنقول كانه كشف مبكر، كانه رجعنا لمرحله يلي قلت عنها الاسم بري كانسر ما قبل سرطانيه. يعني ما خليت لنا ولا سؤال دكتور ما جاوبتنا عليه ولا سؤال بالنا، وبدي اقول لك اعطينا نصيحه كمان نصحتنا انت وعم تقدم لنا هاي المعلومات. بدنا نتشكرك كثير دكتور اكرم على كل المعلومات وعلى كل النصائح يلي قدمت لنا اياها، واكيد نتمنى السلامه لجميع المشاهدين. اهلا وسهلا يا رب، يسعد صباحك. اكيد بالصحه والسلامه للجميع. كنت معنا الدكتور اكرم الاحمر استشاري بالامراض النسائيه ومعالجه العقم. شكرا دكتور ولوجودك معنا لليوم. بتشكركم ويسعد صباحكم 100 مره.